حان وقت استخدام الروبوت الجراحي. يتواصل معنا الكثير من المرضى بخصوص ماهية الروبوت الجراحي، وهذه مقدمة مختصرة عن الجهاز ومزاياه. الروبوت الجراحي هو جهاز ذو تقنية متقدمة يتيح للجراح القدرة على أداء نطاق واسع من العمليات الجراحية البسيطة منها والأكثر تعقيدا وصعوبة، وذلك بأقل المخاطر والمضاعفات، وذلك بما يوفره للجراح من رؤية دقيقة ودرجة عالية من التحكم بالأدوات الجراحية. فمنظار الروبوت يتميز برؤية ثلاثية الأبعاد مطابقة لرؤية العين البشرية، مع القدرة على التكبير لرؤية الأعضاء والأنسجة لدرجة شبه مجهرية، مما يسهل التعامل معها. وكذلك يوفر هذا الجهاز أدوات دقيقة جداً لإجراء العمليات الجراحية، فهذه الأدوات نظراً لتصميمها ومرونتها تمكن الجراح من الوصول إلى الأماكن الصعبة جداً والتركيز عليها أثناء العملية الجراحية وبكل سهولة، مما يمكن الجراح إتمام العملية بنجاح. وللروبوت الجراحي آفاق مستقبلية واعدة، فهو يتوافق ويتزامن مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والأدوات الجراحية الذكية، ونتاج ذلك عمليات أكثر أماناً وأكثر نجاحاً على المدى القصير وكذلك على المدى البعيد. نرحب باستفساراتكم على القنوات المتاحة في مركز بدانا كليك بمستشفى المواساة بالصبر. طاب يومكم وأدام الله عليكم الصحة والسلامة.